كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حنا يا رابطة ديال فندق شجرة، تجار فندق شجرة، اليوم جينا في الحملة ديال اللي كتشوفوا اليوم ديال التنظيف وتعقيم السوق، حيت دابا سيمانة باش حنايا مضارين، سيمانة حنا جالسين بلا خدمة ما كنفتحوا شي، واليوم جينا تطوعيا كاملين الناس بفندق الشجرة وبيع شرايا كاملين، عملنا هذه الحملة هذه ديال التنظيف وديال التعقيم إن شاء الله على وعسى إن شاء الله تسمحنا السلطات ان شاء الله غدا او لا بعده باش نستمروا ولا نخدموا نعاودوا نفتحوا المحلات ديالنا ان شاء الله. حيت كتعرف راه في ظل الجائحه هذه راه الناس بزاف في الدارات، الناس بزاف ما كتخدمش، الناس بزاف الله يحسن العون، كل محل عندنا هنايا فيه ثلاثه اربعه الاسر، الناس كتشكى كما كتشوفوا حنايا شي شهر تقريبا ولا شهرين وهما غالقين السوق، وكانوا شي الناس اللي هما من الناس ديال المواد الغذائيه كيفتحوا مره ودابا كنتفاجئوا بان هما شدوا الناس السوق بصفه نهائيه. وكما كتشوفوا الناس ديال اللي عندهم المواد الغذائيه متضررين بزاف لان عندهم التواريخ، وكما باقي الناس كلشي راه متضرر، الناس عندهم الشيكات، عندهم بزاف ديال الالتزامات اللي خصهم يخلصوهم الضرائب وهذا. وكما قلت لك تفاجئنا بان جاء القرار من السلطات بيشدوا السوق بصفه نهائيه وحنا متضررين بزاف. وكما قلت لك واليوم جينا بان كما كتشوف عملنا واحد الحمله ديال النظافه كيشارك فيها كل شيء هنايا، الكبير والصغير، التجار وكل شيء، الناس متضامنين يد في يد باش كنتمنوا من الله الخير ان شاء الله يفتحوا لنا في القريب العاجل هذا الشيء. هذا ان شاء الله كل شيء الحمد لله، احنا المصلحه العامه هذا الشيء هذا كيصف المصلحه العامه والله يرفع علينا الوباء والحمد لله. تو كنشوف الاخوان يعني راه تضروا بزاف، الصبر راه تضروا بزاف بزاف باش شويه، والحمد لله على الله المبادره اللي السوق اللي ديك الاصلاح هذيك التهويه اللي كيعملوا، ونتمنوا على الله تكون في الصالح. السوق الحمد لله كامل الناس متضامنين مع بعضياتهم، والحمد لله واقفين وقفه وحده وعاملين الواجب ديالهم من التحميم. وانتم كتشوفوا يعني انا حمله تطهيريه، وبرغم اني امراه يعني حضرت معاهم باش نكون سند الاخوان ديالي كاملين، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى الولايات وفقنا على الخدمه ابخي هادشي هذا كامل ان شاء الله، وكنتمنوا على الخير. وحنا راه الدوله متبعين التعليمات ديال الدوله، متبعين التعليمات ديال وزاره الصحه كامله، ولكن حاليا هادشي طالب بزاف. كنتمنى الله سبحانه وتعالى من بعد هاد الحمله التطهيريه ومن بعد ما نقوموا بجميع الاجراءات اللي كطلبها من عندنا الدوله، نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا اننا نخدموا ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اطار رفع الحجر عن المتاجر التجاريه وعن جميع الاسواق المغلقه، ارتاء مكتب ديال رابطه التجار فندق الشجره والتجار بمساهمه جميع التجار على اساس باش نقوموا واحد الحمله ديال النظافه، والحمله ديال نوجدوا الابواب ديالنا ديال المتاجر ديالنا باش نفتحوا، وخدينا جميع الاحتياطات اللازمه فقمنا بواحد العمليه ديال 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 النظافه ديال يعني الطبق العلوي الذي يتكون من الصناعه التقليديه وبعض المخازن، ثم بعد ذلك سنتم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالطبق السفلي اللي غنقيوه ويكون على استعداد باش يستقبل الزبناء في احسن حله وبكل شروط ديال السلامه وبكل شروط ديال الامان ان شاء الله الرحمن الرحيم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.